فاكرين يا سوسو؟ بنلعب سلامها جودة. ياه ودي فيلة مين دي؟ بقى في 10 سنين الحتة تحلو قوي كده. حلوة بس مش لينا. احنا اتخلقنا عشان نتفرج بس يا جودة. عدي عدي. يا وفاء ما جاتش معاكم ليه كمان؟ وفاء بعد ما وصل خبر موتك سابت الحته كلها ومحدش عارف لها مكان. من امتى؟ من سنتين كده بعد امان ما اتجوزت. هي امان اختي اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ واحد من الحته. ايوه مين يعني؟ ما تنطق يا كمال، انزل قول لي اتجوزت مين؟ جميل خرابه يا جود. جميل؟ اللي كان بيدي حقن مكسي في الخرابه يتجوز اختي اماني؟ ده ليها حق وفاء تسيب الدنيا وتطفش. يعني جميل دلوقتي نايم مع اختي شقتنا؟ ما هو جوزها يا عم. جوزها؟ ده يوم ام اصل من يوم غزو العراق. خد يلا يا مجنون يلا يلا جودة. خد يلا خد يلا يا جماعة عيبنا. خد بس افتح الباب يا امان. اسمع الله اخوي. ازيك يا امان؟ نورت بيتك اخوي. يا اخويا يا اما جودة جاي يا اما. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ده يا اماني اتجوزي المعفن ده وتقعديه في الشقة يا اماني. ليه كده يا عم؟ ده انا بحبك. اما ابني حبيبي وحشاني يا اما. ده يا اماني جميل خرابه يا اماني. انا اللي خرابه؟ ده انت رحت العراق وكان شعبها بيفطر كباب، راجع منها وهي خراب في خراب في خراب. يا اخوي يلا بقى الليله بقى تشوف لك مكان ثاني تبات فيه. اطلع بره يا انس. لا لا بقى لغايه كده. لا انا متجوز اختك اماني على اساس ان عندها الشقه وهي بكل حال على بابا عليه وعلى المنتظر اللي دول انت. اثبت انت وهو وهي وكله يديني التمام. الحقنا يا عم وحظهم. حرامي ده ولا ايه؟ تعالى يا جود اقعد. خش انت كده وهدي نفسك وخد نفسك. الحكايه مش مستاهله. يلا يا امان طلعي اللحمه والفراخ من الفريزر واعمل لنا شويه صدق. ما تتكلم يا عم مازن. ما قصر انا في حاجه؟ لا لا لا، ثلاجه وتجاز غسالة وكاش. وديك انت جايني بالصدفة. قوم كده افتح الفريزر هتلاقي لحمة فراخ سمك. وقت ما بتطلب معايا بحمر وهو اللي اتغلب 10 سنين راجع لي وايديه في الكلبشات. ما انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمة ده في بيت واحد. خد خد يا ابني المجنون يا ابني وحياة الشراح راح بس. يلا يا ابني استغفر الله العظيم يا رب. ادي نفسك روق روق. فين يا اماني الفراخ اللي قال عليها؟ فراخ ايه؟ قوم يا عم اتكل على الله من هنا. خد السيجاره بتاعتك واتكل على الله. يلا شكرا. يلا يا مش ناقص. السلام عليكم. خلاص بقى وانت قوم من هنا. قوم نطلع فوق. وانا اللي كنت فاكر هرجع الاقيك متجوز اماني. انا؟ هل كنت بتحبها ولا ايه؟ حب حاجه والجواز حاجه تانيه يا جودة. الفلوس لما بتجيني بتجيني عشان تسدد جزء من اللي عليا. واحد طول عمره مديون يا جودة. انا شايف بكره كويس قوي. بكره سواد يا جودة. اعوذ بالله يا اخي. ملا في السعد. ما يعلم الغيب الا ربنا. لا لا الا الله. بس اللي ما يشوفش من غربان يبقى اعمى. انا هسيبك تريح شويه. تريح فين؟ رايح ادي حصه جنبك هنا. انت لسه بتدي دروس؟ مش احسن ما ادي حقن؟ طب قشطه يعني شغال وماشي معاك. شوف لي معاك بقى 30 40 جنيه اجيب بنطلون وقميص ولا حاجه. 30 40 جنيه دول ما يجيبوش حزام اساسا. هي الفلوس رخصت قوي كده؟ امسك 70 جنيه. تحرجنا والله يا كيمو. يعملوا ايه دول؟ كده يا ماني جميل خرابة يا ماني. وجالك نفس ازاي؟ اختك كسرت 30. يعني حكاية النفس دي ولا ليها لازمة اساسا؟ قعرة العنس وحشة يا جودة. خلاص بقى ما تزعليش ابعتي هاتيه.
بس ما يحششش في البيت تاني. عيني يا اخويا ما يحششش في البيت. او مشوح لك حته لحمه بقالك كتير ما اكلتش من ايدي. من ايدك اه، من لحمتها هو لا. اعمل لي فراخ. عيني يا اخويا. خلاص بقى ما تزعليش. قولي لي ياما، تعرفيش حاجه عن وفاء؟ صحينا في يوم من النوم يا ابني لقيناها هي ولا الواد طفشت. بقول لك ايه، ما تسال عليها عند اهلها. أنا مش مصدقة نفسي يا أبوي، بقى بعد 4 سنين تحرش في الجناين والأتوبيسات يتقفل علي أنا وأنت يا أبوي. شش، الدماغ المعمولة مش طالبة رغي. صح صح، يلا بقى أحضني. إيه دي بس عشان جاي لي ناس. إمتى؟ دلوقتي؟ آه. أخص عليك يا جودة، عازم ناس ليلة دخلتك؟ لا ده في مصلحة. بقول لك إيه، الدماغ اللي معمولة مش طالبة مناقشة. عندك حق. خلاص يلا بقى بسرعة. بوسني. آه كده. بس الدماغ اللي معمولة مش طالبة بوس. جرى يا جودة؟ إيه؟ هي الدماغ اللي معمولة لا طالبة شيل ولا حضن ولا بوسة ولا رغي، طالبة إيه بالظبط معاك النهاردة؟ شوفي حظك كده، الدماغ اللي اتحملت مش طالبة دخلة. ولا اقلع يالا. الله الله الله، هي حصلت؟ آه. ولا انت منين يا خصاليك يا جودة؟ قول انا مارة يالا. انا هوريكي الدماغ اللي اتعملت طالبة ايه. خصاليك يا جودة. طالبة غطس. مالك يا حبيبي، سرحان في ايه؟ لا لا يا ام، ولا حاجة. يا فراخ ده انا بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. بالهنا والشفا يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هناء صح؟ ايوه يا اخويا. مين؟ انا جودة جوز اختك وفاء. والله كبرت يا هناء. ايوه ايوه انا عارفاك من الصور. بس انت لسه عايش؟ المهم وفاء فين؟ راحت فين؟ ما اعرفش عنها حاجه. ازاي بقى؟ دبت خناقه هي وابويا يجي من سنتين كده، قام كرشها من البيت. كرشها ليه؟ في يوم وهي راجعه من الشغل اول ما شافها. مساء الخير. قصدك تقولي صباح الخير. احنا في وش الفجر. كان في ايدي فستان فرح، كان لازم اخلصه، ما كانش ينفع امشي قبل ما اسلمه. اه فستان فرح، وجبت كام بقى وريني. يا اخي حرام عليك، ده عرق ولية، بتحاول تعمل حاجة لليتيم اللي متلقح جوه ده. انت عايزة تعيشي هنا انت وابنك. بلوشي. بلوشي؟ امال مين بقى ان شاء الله اللي قايم بمصاريف البيت كله؟ حاسبي يا ام مصاريف، هو انت فاكرة مصاريف البيت اكل وشرب؟ لا حبيبتي، في مصاريف تانية كتير قوي انت لا تعرفيها ولا حاسة بيها. مالك يا سي صالح؟ بتزعق ليه يا اخويا؟ هتصحي الناس اللي حوالينا. بزعق لبنت الكلب دي زي ما تجيب لي سيرة الفلوس وتنفذني وتفور دمي. لا تفور دمك ولا فور دمي. حاسبي يا اختي، خلاص هشوف لي انا والواد مطرح تاني نعيش فيه لوحدينا، والفلوس اللي بكسبها هحوشها. في 60 داهية بس عليها الطلاق بالتلاتة، لو خرجت من العتبة دي مش هتدخلي منها تاني. هناء مش هبصكي على اخواتك، خدي بالك على نفسك. ونزلت ومعرفش راحت فين، ومن يومها العم ولا خال دخل علينا حتى بعلبة كشري. تجيلي منين اجيب كده؟ منين؟ مفيش فلوس يا روح تيتا. وانا مالي؟ ده مين ده؟ ده اسامة اخويا. ازيك يا اسامة؟ ولا يا واد يا اسامة، التسجيل هيبيعه. ولا اسامة يا اسامة. اضطريت اتجوز جواز مصلحة، راجل قد ابويا، قلت هطلع لي بقرشين ادفعهم مقدمه تاكسي.
هيجيب له في اليوم يجي 50-60 جنيه اصرف بيهم على العيال الغلابه دول. امال نصبوا عليا يا جود؟ نصبوا عليك ازاي؟ واحده واحده كده فهميني. عمرك سمعت عن واحده اتنصب عليها في شقه البكاره؟ في شقه ايه؟ في شقه البكاره. قصدك يا نهار اسود، هو النصب وصل لحد هنا؟ كنت بشتغل في شقه في العجوز، شغاله يعني. جس مصار وقال لي جايب لك عريس بعقد عرفي 20 يوم ب 20,000 جنيه. اليوم ب 1000 جنيه؟ بالظبط كده. ده مش عقد عرفي بقى، ده عقد ايجار. عريس مقرف معدي ال 70 سنه. خذي هادي يا قمر الزمان. ايه دي يا ابو طلال؟ هادي علشان ما تحسين بشيء. يا ويلك مني، قطة صغيرة هي كلها أسد. ها وطلع أسد ولا حرمه؟ طلع ابن 60 كلب نصاب. أتاري الحباية اللي اداني دي كانت حباية منومة. أبو طلال، أبو طلال طفش. يا لهوي، طب وفلوسي؟ ربنا يعوض عليك. اتنصب علينا يا هناء، لا دفع إيجار الشقة ولا دفع فلوسك، هنعمل ايه طب؟ وطبعا لا بلغتي ولا عملتي حاجه. هبلغ اقول ايه بس يا جود؟ طب يلا بينا. على فين الوقت؟ هجيب لك حقك. يعني ايه معقوله النصب وصل لحته فلانيه